خصيبة امسو على الكناري تبارك الله، الوان جميلة عند الصديق هنايا. خويا هاد الفريزي ذكر ولا انثى؟ انثى واجدة. انثى من 21 2021 شهر 3 شهر 3 تبارك الله. ثمن البيع ديالها خويا 27 هو الاخر ديالها 27 فرانك ثمن الاخر ديالها. هو واجد هذه كانت فيها طلق جاهزة كما تقول الصديق، جاهزة للتزاوج. ما بعيش. وهادو البيضين، هادو البيضين 170، بيضين 170 درهم. ذكور لا اناث اخويا؟ كاين جوج نتاوي وذكور. إناث ذكر وهما جوج نتاوي. ها هو ذكر هو في القصبة من هنايا، إناث هما اللي ملاع تبارك الله. والأورونج اخويا؟ اورونج هذاك، اورونج هذاك 140 هو البيع ديالو. داوي صايب ذكر 140 درهم اخويا هذا ذكر، اللهم بارك. مازال عنده كناري هنا تبارك الله. هذو ذكور يا خويا؟ اه ذكور. هذو نتاوي تما والو، هذو ذكور جاهزة تبارك الله. ثمن البيع اخويا؟ ثمن البيع هنا اخويا؟ كل حاجة وثمنها. منين كيبدا هنا الثمن؟ بحال البيض 180 درهم، هذاك سايل واجد. اها. هذا الاورونج هذا 150. اورونج 150. هذا الكرغلي هذا وريقة ديال العشرة هذا هو الاخر 100 درهم. كرغلي 10 100 درهم. هذا المجلس هو 100 درهم. المجلس هو 100 درهم. تبارك الله. هذا هو كرغلي 100 درهم تبارك الله. حنا وصلنا لكم الاسمنة ديال الكناري هنايا. هنا ذكور هنا اناث ثاني. اناث راه واجدين. اناث هما جاهزين. إناث كما كيقول الصديق جاهزين للتزاوج 100%. ثمن البيع ديالهم اخويا الإناث؟ الإناث اخويا 120 درهم هو البيع ديالهم. إناث 120 درهم هو البيع ديالهم تبارك الله. واجدين كما كيقول الصديق جاهزين للتزاوج. تقلها رقم الهاتف اخويا؟ 06 57 74 57 76. مازال عنده واحد الطائر نسيناه، ها هو مطربش تبارك الله. هذا ذكر ياك؟ اه ذكر. هذا ثمن البيع ديالو 150 هو البيع. ثمن البيع هو 150 درهم تبارك الله. جميله نقيه. اللي بغا يتولع خوش إناث جاهزة للتزاوج ذكور، هي جاهزة للتزاوج. اللهم بارك. الله يعاونك اخويا، الله يجيب التيسير اخويا. الله خوتي السلام عليكم. باقيين في السوق قريعة، الطيور المغردة الكناري تبارك الله. احنا مع عمي هنايا قلنا الاسمنه ديالهم هنايا. هاد لاراس عادية؟ هاد لاراس عادي كناري ديال البلاد. اولاد العام؟ اولاد العام تبارك الله. كناري ديال البلاد كازا. كازا بلونكا. كازا بلونكا. ثمن البيع؟ ثمن البيع انتيوات ب 90 درهم. ذكور 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 ب 120 درهم. ذكور 120 درهم نفس الثمن الالوان. بحال بحال اللي بغيتي تبارك الله. والاناث؟ واللي بغى الاناث 90 درهم، واللي بغى واللي بغى الجمله مرحبا. اللي بغى الجمله مرحبا. اناث 90 درهم واللي بغى الجمله مرحبا به. اه اعطيهم النمره ديالي باش تكون عندهم. صفر شوف. هاي ديالك. هي ديالي. ها هو واحد الصديق يلاه خادم حتى انت تبارك الله. شتي انا راني ماشي دري صغير. راني ماشي من دوك ايها الناس. لا لا ما تخاف. مازال عنده هنايا. ندور تنسير. رقم الهاتف، رقم الهاتف ديالك شحال؟ 06 06 76 76 96 96 90 90 97 97.
وعندو الطائر اخر سي هو حاطو هنايا تبارك الله اللهم بارك. السلام عليكم مع الاخ عزيز صاحب كناري اللهم بارك. كاين سلع زوينه تبارك الله، كاين الاورونج وكاين الموزايك والبيض تبارك الله. الموزايك شحال داير؟ موزايك اورونج 300 درهم دايرين تبارك الله. والبيض كاين عندي نسوى ريسيسيف 350 درهم اللهم بارك. لورونج 250 تبارك الله. نوينات زوينين اللهم بارك. جاهزين للتزاوج ياه؟ واجدين التزاوج تبارك الله. وعنده واحد جداير عنده هنا ديال الحسون، عنده عامين في القفص تبارك الله. تم البيع ديالو اخويا عزيز هذاك 700 درهم، تم البيع هو 700 درهم. كلم مزيان. وعندو قفيزات خاوين تم البيع 20 درهم القفص تبارك الله. رقم الهاتف اخويا عزيز 06 48 65 30 15. هو رقم الصديق عزيز اللي بغى شي بياسه ديال الكناري تبارك الله، او كما كيقول نقيه زوينه جاهزه للتزاوج اللهم بارك. الله يعاونك اخويا عزيز. طائر حسون تبارك الله عنده عام ونصف اللهم بارك. تم البيع اخويا، تم البيع، تم البيع هو 900 درهم. 900 كيقول 900 ولكن ماشي هو الثمن البيع ديالو. التليفون تخليه اخويا 06 75 09 76 56. او الرقم ديال الصديق عنده الحسون تبارك الله. الله يجيب التيسير جميع الباعة في سوق قريعة. خوتي السلام عليكم، احنا مع الحسون تبارك الله، مع الاخ حسن. Allah'a emanet olun.
سمان ديال الطوير شحال خويا حسن؟ 700 درهم الدار يلاه خارج من الدار. عندي تحميره زيتوني يلاه هما داير. تبارك الله. ها هو الطكير مغطينو داوي تبارك الله. كيقول فيه 700 درهم. هانتوما تسمعوا الكلام ديالو. كما حتى شي داوي اول مره غنهبط في السفر. راه موالفه في الكار ديالو في الملكب ديالو. تبارك الله راه ما كيسكتش. مازال يسقي ويصوب. بابا يلا خارج الهضره. مازال عنده ذكر اخر كان هو الطائر تبارك الله ديال الاخ حسان. طائر عنده عامين اللهم بارك. كلام اخويا حسن؟ كلام 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 وداني كلام وداني. ثمن التزاوج راه باغي يتزاوج. ثمن البيع؟ ثمن ثمن وصل 150. ثمن البيع 750 بالمفاوضة. تبارك الله. رقم الهاتف اخويا حسن؟ 06 51 73 94 19. هما جوج طيور اللي صورنا لكم. واحد واحد درق وواحد هو بيناه ديال الصديق حسن. هذا راه قابل للمفاوضة وذكر هيج باغي يتجاوج. جاز التزاوج باغي تجاوش. هذا هو الوقيتة ديالهم شهر 3 شهر شهر 4 50 عنده عامين اللهم بارك. ها هو الطير الاخر اللي مدرك تا هو باقي كيهضر تا هو. مغيشير تفهم معاك اشير عشيرا قدمه. الله يعاونك اخويا حسن.